اتجهنا هالاسبوع للفحص هالمدينة المتوسطة بين عمان والسلط وتبعد عنهم مسافة 13 كيلو لنشوف الرياضة فيها، وزرنا نادي شباب الفحص والتقينا رئيس النادي ليحكي لنا اكثر عن الرياضة في هاي المدينة. نادي الفحص بالبدايات تأسس سنة 1949، بداية تأسيس هذا النادي كانت اهتماماته منصبة نحو الجانب التوعوي والجانب الثقافي من خلال عقد ندوات ومعاهد مراكز المحو الأمية بذاك التاريخ. أغلق النادي بمنتصف الخمسينات وآخر الخمسينات وأعيد تأسيسه مرة أخرى سنة 1975. نادي الفحص يعني بداياته كان عندهم مجموعة رياضات بيهتم فيها. كان عندنا فريق كرة قدم بالنادي وكان فريق يعني يحقق إنجازات وقدر نصل فيه أكثر من مرة للدور الممتاز، لكن يعني عالم الاحتراف والكلف المالية المترتبة، وكان في ذاك الحين نحكي عن الفترة الماضية قبل حوالي 20 سنة شح الملاعب ويعني حاجتك للتدريبات كانت يعني بتجهد هائل حتى تقدر تحجز ملعب، مش مثل اليوم يعني كل نادي صار عنده ملعب وصار في ملاعب متنوعة وبالتالي إمكانيات التدريب كانت متاحة. كان عندنا فريق كرة سلة رجال وأيضا يعني لعبنا بالدوري الممتاز، وعندنا إحنا أبطال المملكة بال 1979 في رياضة الشطرنج. فريق نادي الفحص هو كان يعني بطل المملكة بهاي الرياضة، بالإضافة إنه إحنا عندنا أيضا رياضة كرة السلة سيدات اللي مستمر لغاية الآن. اهتمامات نادي الفحص قد تكون مختلفة، إحنا نتحدث فقط عن الجانب الرياضي، جانب رياضي جانب مهم. نادي الفحص لديه الجوانب الثقافية والجوانب الاجتماعية، وعلى الصعيد الرياضي الآن بعد ما سيدنا منحنا الصالة الرياضية اللي تبرع بها جلالة سيدنا من خلال المنحة من الدول الملكي العامر، بدأنا باستضافة العديد من البطولات العربية على مستوى كرة السلة سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو على مستوى الأندية أو حتى على مستوى البطولات الأندية رجال وبالنسبة للأندية سيدات. احتياجنا كنا نتمنى عندما تم منح الملاعب من خلال المنحة اللي اجت من الدنمارك ان يكون لنادي الفحص حصة بهذه الملاعب بالفترة الماضية، فكانت اجواء مثالية نستمتع. يمكن قبل ما نطلع للممتاز لما كنا نذهب لحضور مباريات للنادي مثلا بالكرك بملعب الربة بذاك الحين نحكي عن حوالي عن منتصف بعد منتصف الثمانينات بداية التسعينات، يعني احنا كنا عمليا صغار بالعمر والواحد محوش يعني حوش الليرتين يدفع ليرة حق جرة السيارة اللي تاخذنا. الله يرحمه في عنا شخص كان يعني طلع معاه اسمه مهيب الفرج، وليرة الثانية مشان نشتري نص دجاج نتغدى وناكل، اليوم كان بنطلع مع الربة بدك ثلاث ساعات رايح. كانت متعة رغم انه تعب يعني، بس كنا نستمتع طالعين مع نادينا وحابين نفوز، يعني عمليا كانت الملاعب ما هي مش مغطاة ونفس الوقت فيش حواجز، كنا نركض مع اللاعب على الخط يعني عمليا كانك انت قاعد تلعب جوا الملعب. نشكر سيدنا على التبرع اللي تبرعه بالقاعة، لان هاي فتحت افاق كبيرة لشباب وبنات الفحيص بخصوص موضوع كرة السلة والأنشطة الرياضية اللي بتصير. ساعدتنا كثير وريحتنا إنه إحنا يعني أنت مدان عندك الملعب فصفى كل إشي مريح. إحنا بنادي الفحيص يعني بلشنا بموضوع كرة السلة بال 2014، أسسنا الفريق، شاركنا بالدوري المحلي، شاركنا ببطولات خارجية يعني ببطولة بانيات، شاركنا بكأس العرب شاركنا مرتين، حصلنا على المركز الرابع، المرة الثانية كنا احنا وصيف العرب. في غرب آسيا ايضا احنا شاركنا وحصلنا على وصيف غرب آسيا. ونادي الفحص نظم من خمس الى ست بطولات، يعني بطولة الاندية العربية لغرب آسيا، منتخبات الاندية العربية، يعني حوالي ست سبع بطولات نظمها نادي الفحص. والحمد لله احنا نجحنا بها واستطعنا انه نعمل جو فرح كبير باهل الفحيص وبالاردن، وكان الملعب يعني كنت تيجي على الملعب كان فل، وهذا اللي بتفتقده كره السله الاردنيه بالوقت هذا. تعتبر الرياضه في الفحيص جزء لا يتجزا من حياه اهلها،
ومن خلال استضافتهم لكثير من البطولات العربية والآسيوية قدروا يخرجوا صورة جميلة لمدينتهم ونالت إعجاب كل الفرق اللي شاركت فيها. عشاقها صغار وكبار.